اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ملك وكتابه في اطلاله جديده في يوم مشهود بشكل مختلف، جايين لكم اهو بعبالنا من الميدان زي ما بيقولوا. معايا الفيلد مارشال ابراهيم المنيسي. حلقه زي ما بيقولوا ايه، فعلا من قلب الميدان. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين. وهذا اللقاء الاستثنائي في اللحظات الاستثنائيه، وفي اعتقد مهمه كبيره جدا على اعضاء النادي الاهلي. باشمهندس، منذ الصباح، منذ فتح باب التصويت في 9 صباحا، انت جيت بدري، قول لي مشاهدك وشواهدك لغايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الصلاه كان في اندفاع، ناس عايزه تيجي تصوت وتروح والجو كويس. بعد الصلاه لمده ساعه في اندفاع، وبعدين مع الشمس الجو هدي شويه. دلوقتي الكثافه بدات تعود، الزحف الشديد. الزحف بقى في الطراوه كده، والناس حلوه، والجمعيه توشك على باذن الله على الاكتمال، ويوم جميل. يعني انا برى الجمعيه العموميه النهارده بتدي رساله الى المجتمع الخارجي، خصوصا كان في استماته بالامس من اعداء النادي، مش عايز اقول اعضاء، من اعداء النادي الاهلي. اللي يعني يسوقهم انه يشوفوا ان النادي الاهلي مميز ومختلف وبيعمل لائحه بهذه الديمقراطيه وهذه الشفافيه. فكان في استماته سواء امام شاشات التلفزيون او عبر تليفونات. صحيح الحقيقه، يعني اكتر حاجه استغربت لها ان الناس تيجي تقول لك في دعايه مضاده ان احنا ما ننزلش، واحنا يمكن امبارح لفتنا النظر لده، انه مساله غريبه جدا. انا افهم ان ابسط الممارسه الديمقراطيه ان انت تقول للناس انزل شارك وقول رايك حتى لو راي بالرفض، لكن ان في ناس تكثف جهود ان تبقى عايزه تدعو الناس ما تنزلش. قابلني احد الاعضاء وهو شقيق الكابتن محمود جابر نجم النادي الاسماعيلي وابن الاهلي ايضا، قال لي انا اخو محمود جابر، انا مش متذكر الاسم، وعم عمر جابر لاعب الزمالك. قال لي انا غريبه جدا، اللي استفزني وخلاني انزل النهارده وانا عضو قديم في الاهلي، ان امبارح لقيت جاي لي تليفون من رقم ما هوش مذكور مخفي، وبيقول لي اوعى تنزل، دي لائحه بايظه، دي جمعيه بايظه، ده مش هتكتمل، ودعايه مضاده. قال لي انا استفزت من الكلام لدرجه ان غلطت في الراجل اللي كلمني وقفلت التليفون وحلفت لانزل. انا مستغرب دعايه مضاده كتيره، مستغرب ان في ناس تدعو للسلبيه. طبعا في جهود كتيره بذلت علشان الجمعيه ما تكتملش، او علشان النادي الاهلي لا ينجو من كل هذه الفخاخ المنصوبه بلائحه تليق بالنادي الاهلي وتليق بطموحات اعضاء النادي الاهلي وتليق ايضا بجماهير النادي الاهلي. باشمهندس، عايز اقول لك انه اللي صحاني من النوم الساعه 8 الصبح عزت لبيب سيدهم، قال لي انا في النادي من 6:30، طيرت نزلت جام الكويت، طيرت نزلت الساعه 6، بعد نص ساعه كنت في قلب النادي، فتح النادي مع العمال. الحاجه ابو وهاب توفيق، كذا حد قابلني اللي جاي من الكويت، قال لي انا رحت افطر وجيت الساعه 8 شايف طوابير طويله جدا، خايف لما الحقش اصوت عشان الحق اروح لان طياره العوده بتاعت الساعه 11. فكان واضح جدا الصبح ان في طوابير كبيره جدا. ما ان تم فتح باب التصويت الكل دخل بانسيابيه شديده. حاله التنظيم اللي موجوده الحقيقه في الخيمه الكبيره المنصوبه عامله حاله من الانسيابيه الشديده، لسه فيه وقت طويل، لسه الساعه 7 غلق الباب. اتمنى ان كل واحد اثر في حق النادي الاهلي عنده فرصه انه يلحق يجي يشارك في هذه الفرصه التاريخيه، لانه ما اعتقدش عضو النادي الاهلي اللي قاعد في بيته في القاهره النادي الاهلي عنده اقل قيمه من العضو اللي جاي من الكويت واللي جاي من السعوديه واللي جاي من مختلف الدول العربيه ومتكبد كل هذه المتاعب وقاضي كل هذا الوقت عشان يجي يشارك في لحظه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي. لائحه النادي الاهلي وهو الاعضاء بيقروها بيتذكروا انه اقرانهم من مؤسس النادي سنه 1908، يعني من 110 سنه. الصوره هي على الصوره موجوده على الغلاف بتاعهم. كان عندهم هذا الوعي وهذه الرغبه في ان يكون للنادي الاهلي دستور ويكون للنادي الاهلي قانونه. قانون النادي الاهلي اقر من 110 سنه. اعتقد عضو النادي الاهلي اللي قاعد في البيت ومكسل ينزل، لو فكر في قيمه الاهلي وصنع مستقبل ولاده واحفاده، ما اعتقدش هيكون صعب عليه انه قبل الساعه 7 يكون موجود في النادي الاهلي في الجزيره يا باشمهندس. انت قلت كلمه تخليني مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. قلت كلمه واحده وانت بتتكلم
وبتقول ان كانوا بيكلموا الناس يقولوا له ما تنزلوش. واللي ماسك مسودة اللايحة وعمال يطلع فيها القطط الفصانة خبير اللوائح اسود ماسك مسودة هو اسود ما في المسودة. كل دول الحقيقة لما قابلت اعضاء كتير النهاردة لا هم يستحقوا الشكر. لولاهم ناس كتير جدا ما كانش بقى عندها هذه الغيرة ينزلوا لان خافوا على ناديهم. الله هو انا لما عدو يقول لي ما تنزلش ده عايز خير النادي ولا صحيح. عايز ايه؟ صحيح. فانا بشكرهم جدا جدا على هجومهم على النادي الاهلي الذي يزيد الاعضاء التفافا حول ناديهم والذي يزيدنا اصرارا ان احنا نكون البرنامج او الوجهه التي تحمي حقوق هذا النادي. لان الحقيقه امر غير مسبوق هذا التكالب والتكاتف ضد النادي الاهلي وناس ملهاش لا فطور ولا فطحين زي ما بيقولوا ومصرين يشغلوا نفسهم بالنادي الاهلي مع ان هم لو انشغلوا بمشاكلهم يمكن تتحل لكن ما هو اصله ده اسلوب العجز. انت مش قادر ترتقي لمستوى النادي الاهلي فلازم أن تجيب الاهلي عندك لتحت شويه. مش قادر ترتقي باسلوب حوارك باسلوب ادارتك باسلوب طموحاتك. انت عارف دي هتوصلك ليه يا استاذ ابراهيم؟ لانك انت بحجمك ده لو اتشعبطت في النادي الاهلي عشان تجيبه لتحت هيبقى انت عامل زي سلسله المفاتيح في جيب النادي الاهلي. لا حطول ارض ولا حطول سما. حلو. لكن هذا الوعي اللي تجلى النهارده الحقيقه قابلت عدد كتير من ال 15 واحد اللي بيتفرجوا علينا. يعني ال 15 واحد اللي قال لك برنامج ملك وكتابه ما بيتفرجش عليه الا 15 واحد قابلت كتير منهم النهارده يمكن لقيت ان هم 16 الحقيقه مش 15. الحقيقه انا كان في ناس قاعده تتفرج علينا واعتذرت لهم قلت لهم ال 16 تذكره خلصوا. احنا والله كلام احنا لازم ناخده بهذه الروح روح الدعابه. لان الحقيقه يعني هو عارف الارقام اكتر واحد عارف الارقام وعارف هو فين واحنا فين. صحيح. مش احنا يعني عدلي وابراهيم احنا النادي الاهلي بمصداقيته بتاريخه بوقاره بعظمته وبشموخه لا باسفافه ولا بكذبه ولا بتزويره ولا بتحريضه ولا بالكلام ده كله. النادي الاهلي يقدم النموذج الذي يريده الوطن خلية صالحة هي دي. لو كل الخلايا بقت على نسق النادي الأهلي هنختصر زمن كتير جدا عشان يعني نعمل الرسالة اللي ينتظرها منا الأجيال القادمة. شوف الحقيقة أنا كنت قاعد من شوية قبل ما أطلع معاك هوا على طول بيسلم عليك المهندس إبراهيم المعلم قاعد أنا وهو والأستاذ عماد الدين حسين. عماد راجل عضو في النادي وراجل زملكاوي زوجته الدكتورة نهال لطفي اسماعيلاويه يعني هي من الاسماعيليه لكن عندهم حرص حتى في كلامهم مع المهندس ابراهيم المعلم على انه حاله النادي الاهلي ككيان اجتماعي تستحق الدعم تستحق ان الناس تكون حريصه على انها تيجي وتدلب صوتها وتشارك في هذا العرس الديمقراطي الكبير. لانه اللي لفت نظري اكتر حتى واحنا قاعدين انا وعماد والمهندس ابراهيم المعلم اكتر من سيده تيجي عضوه ماسكه اللايحه وتسالني هو صحيح الزوجة لو زوجها توفى النادي دفعها العضوية من جديد؟ ده امبارح طلعوا قالوا كده يا حول الله رب. واللي يجي يقول لك هو فعلا لما اجي انقل ابني من العضوية ده مكتوب انه في حالة نقل احد الاقارب تقول له يا فندم الابن مش في التعريف اللايحة ان هو من الاقارب. الابن ده عضو تابع الاقارب ده واحد زي ما حتى كان معانا الاستاذ ابراهيم الكفراوي وشرحها الاقارب المقصود بيه للدرجه دي بيزيفوا الحقيقه عشان الناس ما تجيش. بالظبط. هذه اللائحه بما فيها من رعايه اجتماعيه للاعضاء هي غير مسبوقه، بما فيها من فرص للاستثمار وتنميه موارد النادي هي غير مسبوقه. لو كل واحد عضو في النادي محب للاهلي فكر بس هي الناس دي متكالبه ومتكاتفه على الجمعيه ما تكتملش ليه؟ ايه اللي هيخس عليهم؟ مصلحتها ايه؟ هي مصلحتها ايه في انه الجمعيه لا تكتمل؟ وجايبه نواديها وبتتكلم علينا. يطلع واحد مفضي وقت وسايب كل مشاكله وكل ناديه وكل اللي عنده ومفرغ نفسه انه يمسك زي ما انت قلت مسوده اصلا غير النسخه النهائيه في مواد اصلا تم تعديلها وغير موجوده اصلا علشان يعمل دعايه مضاده. اتمنى ان كل الساده الاعضاء اللي يمكن الحر في بدايه النهار اخذهم شويه او بعض المشاغل لا الفرصه لسه موجوده ان انت تيجي تادي دورك تجاه النادي الاهلي وتدي حق النادي الاهلي عليك لانه ما بذل من دعايه مضاده ما تكاتف له كل يعني هؤلاء. انت تفتكر يا استاذ ابراهيم ساقط الاعداديه هيجي يبارك لك على الدكتوراه؟
متصور يعني؟ لا. ما هو هو عايزك تعرف، انت لو خدت الدكتوراه بجيد جدا مع مرتبة الشرف يقول لك ما خدش امتياز. دي مرتبة هو نسي وحشة. نسي هو ان هو سقط اعدادي، سقفه التعليم وصل لفين؟ هو مش منشغل يصلح حاله، هو منشغل ازاي عطلك. واحنا ما عندناش الحقيقه استعداد نتعطل. يعني النادي الاهلي قيمته وقوته انه فعلا مش منشغل غير بنفسه. ناس صحيح. بتشتغل وناس بتفكر ازاي تشوه عمل النادي الاهلي، مش ازاي انها تشتغل هي كمان. وده اللي كان واضح خلال اليومين اللي فاتوا. شفت نواحي الارامل عامل ازاي؟ شفت نواحي الارامل بالصوت والولوله اللي شغاله في الوقت اللي كان الاهلي بيلعب في بيروت ويتاهل ويكسب 4، وفي الوقت اللي كان مجلس الاداره بيتسلم عقد ارض النادي في التجمع الخامس، وفي الوقت اللي كنت كل الاعمال البنائيه شغاله في الاسوار وفي كل جنبات النادي ومقراته. زي ما المهندس عدلي قال، الاهلي منشغل باعضائه، الاهلي مشغول بانه عنده التزامات. مجلس الاداره بيسابق الوقت لانه عنده التزام في خريطه زمنيه اعلن عليها لبرنامج عائله الاهلي منذ انتخابه. كابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس الاداره عندهم هذا الالتزام تجاه ما التزموا به وما وعدوا به، ومهتمين جدا انه يتم تنفيذ كل هذه الخطط في المواعيد المقدر ليها. لكن لو الاهلي يتفرغ للانصات شويه حتى لنواحي الارامل دول، اعتقد لا هيقدر يشتغل ولا هيقدر يبني ولا هيقدر يلتزم لا بمسؤولياته تجاه اعضائه ولا تجاه وطنه. لان كل الساده الاعضاء اللي موجودين بكل ولادهم في هذا العرس الديمقراطي، ما ده اسراء للتجربه الديمقراطيه في مصر. ده في افضل حاله لدور المجتمع المدني، ازاي تقدر تعمل تنميه بشريه سليمه، ازاي تقدر تربي كل هذا النشء الصغير اللي موجود في مقر النادي النهارده، ازاي تشوف هذا الدور الكبير من المراه وحرصها على هذه المشاركه الديمقراطيه بايجابيه شديده جدا. كل انماط السلوك الانتخابي الديمقراطي الصحيح تجلى في هذه الصوره في هذا العرس الديمقراطي اللي ما زلنا بنؤكد يا باشمهندس. كل الساده الاعضاء اللي موجودين في البيت واللي كسلوا ينزلوا من اول النهار لغايه الساعه 7، اعتقد عندهم فرصه. مؤكد، وانا متوقع دلوقتي ابتدت الاقبال يزيد جدا في الفتره دي. وحتى الاتوبيسات اللي كانت بتتحرك من الشيخ زايد ومدينه نصر، يبدو ان الاعضاء كانوا بيطلبوا يعني بريك كده في الحر، ابتدت تيجي اعداد كبيره جدا. دلوقتي ما انتش قلقان، مبسوط ان يعني الناس كانت عند حسن التقدير وحسن الظن، كله جايب باللائحه زي ما انت قلت لهم وجايب بالقلم وعايزينك تمضي لهم. انت عارف ان بيقولوا لي كده؟ مش انت اللي اخترعت؟ امضي بقى اهو، احدى الاضواط الافاضل عايزينك تمضي لها. فالحمد لله، ده يعني شرف عظيم ان انا اكون على صفحه اي عضو في النادي الاهلي. لكن الحقيقه ان تشعر من هذا ايه؟ ان الناس جايه تحتفل، جايه تعيد زي ما قلنا لها، هي مش جايه تدي صوت وتمشي ولا تعمل لائحه، هي جايه عشان تشارك في يوم هيسجلوه بالنسبه لهم في التاريخ. وانا بقول هذا يوم مشهود باذن الله، هتشوفوا نتائج اعتماد هذه اللائحه ومردودها على اقتصاديات النادي الاهلي، على راحه اعضائه، على اصلاح جميع المشاكل اللي راحوها الاعضاء والعاملين من وحي المشاكل اللي بيقابلوها في العضويه، تم وضعها في اللائحه، وضع هذه الحلول. مش ممكن ابدا يعني بعد كل المجهود ده يجي حد يضحك علينا ويقول لنا اللائحه دي ناقصها حاجه. احنا ما بنعملش لائحه في ربع ساعه زي غيرنا، وبنعملها لوحدينا ومحدش له دعوه بيها. انتوا عملتوا لائحه على مدى شهر ونص كانت ملككم وكنتوا بتتناقشوا فيها، تعالوا دافعوا عنها، تعالوا دافعوا عن ناديكم. خلينا نحتفل بالمشاهد المبهجه. هنحتفل بالمشاهد المبهجه، ومؤكد انه روح المايسترو العظيم رحمه الله عليه الكابتن صالح سليم ترفرف على جنبات النادي. ماذا كان يريد صالح سليم وعظماء النادي الاهلي السابقون لهذا النادي وهذا الكيان العظيم؟ بعد الفاصل هنتواصل مع حضراتكم والمزيد من مشاهد عرس الاهلي الديمقراطي.
هذا بس الاستثناء في هذه اللحظات الاستثنائية التاريخية الحقيقة، لأنه ما يحدث في النادي الأهلي النهاردة حدث يجب أن يسجل لدى الجميع في ذاكرة كل الأهلوية بل كل الرياضيين. بينضم إلينا في هذه اللحظات الصديق العزيز والناقد الرياضي المتميز الأستاذ عصام شلتوت عضو النادي الأهلي البارز. أستاذ عصام أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا حبيبتي. إيه الجمال ده؟ حبيبتي إزاي؟ إزاي الجمال ده؟ يعني أعتقد في لقطة. طب أقول لك حاجة، كل واحد شوية يلا خد إيدي دول شوفوا الأطفال لما بيشاركوا في هذه المسألة في هذه اللحظات. لا خليني إيدي الأبيض ده ويعبروا عن حبهم أستاذ إبراهيم. بسيجي خد واحدة حبيبتي، خد بالك ده أحمر بس الشمس حبر. يعني ما تقولش أبيض، تعالي قولي لي وأنا أدي لإبراهيم واحدة حمرا كمان. أيوة يا حبيبة، انت جيتي مع بابا وماما عشان تدوا وادوا الاصوات بتاعتهم؟ ايه فرحانه في اليوم ده وشايفاه يوم حلو ولا ايه رايك؟ ها الاهلي ايه فوق الجميع؟ الاهلي ميرسي جدا على الوقت. ميرسي جدا يا حبيبي. البراءه دي والجمال ده والصور دي على عبر اليوم كله والله يا جماعه. شوفوا هو هي ديت الاحداث يا استاذ عصام اللي بتصنع هذه العائلة وهذه وهذا الانتماء لهذه العائلة. سبحان الله. يعني قول لنا ايه اللي رصدته بس الاول لما يقولوا والله ما هي متفبركة. ما هي مترتبة يعني فجأة يعني احنا ولا بالسجادة. وبعدين ده هي من ايام وردة وردة من جنينة النادي الاهلي بعناية. والبنت بتعبر على مشاعرها بسم الله ما شاء الله. هو دي عائلة الاهلي يا جماعة. انا هقول لك حاجة قبل ما اتكلم عصام. اتفضل. انا في مدينة نصر واحنا تمت وانا كنت مدير نادي. ايوه انا عندي صور هبقى اجيبها في يوم من الايام. انا كنت بخلي الاطفال في قبل الافتتاح يزرعوا شجره جوه النادي عشان اما يكبر يقول لاولاده انا الشجره دي انا اللي زارعها. فكره ان هو دوره تتربط بالشجره. وهجيب لكم نفيسه الغمراوي الله يرحمه. الله يرحمه. وهجيب لكم الصور دي عشان اللي بيقولوا يعني زائفه. وهتلاقي فيها يمكن حتى الصور زائفه. لا صور بتزرع في افتتاح مدينه نصر. فالورد اللي بيتقدم ده هو تراث في النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. استاذ عصام عائله الاهلي النهارده تحتفي بهذا القانون الجديد اللي ان شاء الله تعالى واضح الاقبال بدا يتزايد عليه بقوه، والفرصه لكل الساده الاعضاء اللي كسلهم الحر طوال النهار. رطوبه عاليه كمان النهارده. هو الحقيقه يا حبيبه الطفله الجميله دي عبرت على استاذ ابراهيم وانت قلت انه ده اللي حاصل يعني كابرا عن كابر وجيل بعد جيل، انه يوم من ايام الاهلي التاريخيه الحقيقه. لانه يعني اللي حط مصطلح انه لائحه النادي الاهلي تساوي دستور ما راحش بعيد، لانه بالفعل شفنا جمهوره وبيتحدث عن ان الاهلي وطن. وانا كنت لسه مع مجموعه من الشباب بقول لهم اهم شيء بيميز الاهلي هي فكره هذه الشراكه الطبيعية جدا بين جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، أو الأهلي داخل الأسوار والأهلي في كل مكان اللي هو الجمهور داخل مصر وخارجها. وبالتالي نتج عنه منظومة بتعرف كويس قوي يعني إيه حقوق هذا الشعب الأحمر. فالنهاردة اللائحة اللي درسناها وشفناها ويجي يوم زي ما الباشمهندس قال على أيام جميلة عاشها ربنا يديله الصحة، هيجي يوم نقول شاركنا وشاهدنا دستور الأهلي يخرج لعائلة الأهلي. وبالتالي لا أعتقد أن هناك يقين أكثر من أنه كل من ساهم بجهد تم تعظيم دوره. كل ما أترد سواء بالسلب أو الإيجاب كانت اللجان حتى قبل النقاش تطرحه بعيدا إذا كان غير موافق عليه، لأنه لما يبقى فيه 70% مش موافقين يبقى هناك إعادة نظر. وبالتالي عملوا أكثر من مادة من المواد وأعادوا صياغتها وأنتج ما يسمى به دفتر الأحوال ده أو الدستور، وتم طبعه مرة أخرى لتوزيعه مرة أخرى في كل مقرات النادي الأهلي. والأجمل أن لقيته مع الجماهير وأنا جاي النادي الصبح. وبالتالي هناك حالة من صناعة ما هو جديد، واللي هي الحقيقة يعني ومحدش يزعل يا جماعة مش غريبة عن النادي الأهلي. الأهلي دايما سباق بأنه هو يغرس غرس سواء رياضي أو اجتماعي أو على مستوى النشأ على مستوى الإدارة، ومن ثم بتيجي بعد كده أدوار لباقي الكيانات والمؤسسات وبتحذو نفس الحذو. اللي أنا ركزت عليه النهاردة أنه عائلة الأهلي شايف الأب والأم والأولاد والجد
اللي شايل حفيد او حفيده نفس المشهد يا استاذ عصام على كراسي بعجل وبيتوكأوا على عصي يا اما شايله يا اما هو متوكئ على عصاته او حتى عربيات الجولف دي بتنقل البعض وكراسي متحركه. لا الحقيقه النهارده في رهان غالي قوي من الاهلاويه على انهم يصنعوا لناديهم دستور جديد خارج كل الاطر، وبالتالي تعظيم دور الجمعية العمومية ده لوحده بينشأ في المجتمع شيء جديد جدا جدا جدا، اعتقد ان شاء الله انه هيسري وينتشر في باقي المؤسسات. باشمهندس الحقيقة عصام بيتكلم في جزئية جمهور النادي الاهلي، اسرة النادي الاهلي وعائلة النادي الاهلي ليست فقط اللي داخل الاسوار، لكن جمهور النادي الاهلي هذه الطاقه الجباره اللي منتشره اللي خلتنا نستقبل كل الاتصالات من الصبح من جمهور الاهلي في كل المحافظات، لكل في محافظه جمهور معني جدا بهذه اللائحه، مهتم جدا بالنادي الاهلي، حاسس قوي بما يتعرض له النادي الاهلي من ضغوط وما يواجه الاهلي من مشاكل وصعوبات وحروب اعتقد ظاهره للجميع. لكن هذا الجمهور وهذا التفاعل وهو مش صاحب مصلحه في انه يلاقي كرسي في النادي يقعد فيه، انت احساسك بيه ايه؟ احساسي بيه ان هو جمهور اصلا انتمائه لعظمه الاهلي، يعني هو مش بس جمهور بيحب الكوره عشان المكاسب، يعني انما بيحب النادي الاهلي لما يمثله النادي الاهلي من قيم ونبل وحاجه سليمه وصحيه، فهو حريص ان يشوف النادي الاهلي نجح في تمرير نظامه الأساسي بأغلبية جمعيته العمومية اللي صنعتها الجمعية العمومية. ولذلك أنا ما كانش غريب عليا أشوف قطاع كبير من الفنانين أصحابنا وأصحابك، يعني اللي لحقت كده الأستاذ عمر عبد العزيز المخرج الكبير والأستاذ محمد العدل والأستاذ مجدي كامل سابوا الجلسة الختمية للمهرجان جايين من الجونة، جايين من الجونة يعني في مهرجان، يعني تعرف لو لما فيش مهرجان الجونه كنت هتلاقي حشد من الفنانين ضخم جدا جوه النادي، والاستاذ جمال بخيت الشاعر العظيم العبقري موجود وقضى اليوم يمكن لحد دلوقتي ما مشيش من النادي. فهو ايه معناه ده؟ معناه يا جماعه احنا في اسرتنا بنحط نظامنا، العيله بتاعتنا بتحط دستورها، بتحط لشيخ القبيله ايه الكتالوج اللي يمشي عليه. فالعائلات الكبيره اللي زي الاهلي اللي ليها كتالوج وليها تراث وليها تقاليد، كلمه تقاليد دي بتجيب ارتكاريا للناس، ولكن احنا هنقول تقاليد واللي عايز يهرش يتفضل هو حر، انما هو ده اللي عايزينه يتضرب. هو في حد يا راجل شاغل لدرجه انه بقى له اسبوع بيلف على الفضائيات يناقش مسوده النادي الاهلي اللي خلاص اتلغت، اللي الاعضاء عدلوها وسبقوك بكتير، وعمال بعض الناس الذين ينتمون للنادي الاهلي واستضافتهم شاشات النادي الاهلي شاشه القناه وخدت رايهم يروح لحد الامس يشككوا في اللائحه ويقولوا الناس ما تنزلوش. ايه ده؟ ايه الغيره الجامده قوي دي؟ لا فانا بقول العين ما بتحبش او ما تكرهش غير الاحسن منها، فاي حد بيهاجم النادي الاهلي من الكارهين للنادي الاهلي اعملوا عكس اللي بيقولوا بالظبط. بالمناسبه ناس كتير بتسالني ايه عقوبات الاتحاد الكاف هو عمل عقوبات على النادي الاهلي، عمل عقوبات مع ايقاف التنفيذ، معناها ايه؟ ان حصل شتيمه، طيب لو في مره تانية تتكرر شتيمه هيبقى في نقل للمباراه خارج الملعب. ما اظنش ان جماهير النادي الاهلي هتكررها، لان جماهير النادي الاهلي هيهمها مصلحته، ولكن الجماهير اصبحت كلهم يقابلوني افرض في ناس اندست ويقول لي يا كابتن ده في ناس اتأجرت في بيروت تشتم النادي الاهلي وتشتم الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه ويروحوا تحت اللوكاندا ويشتموا، المأجورين دول هتلاقوهم في كل مكان، ولكن دور الاعضاء دور الجماهير في المدرجات اقبضوا على الناس دي ولا دلوا عليهم، والامن ايضا احنا بنوصل له الرساله دي وبنوصل الرساله دي للكاف، خلي بالكو هيحصل اندساس وشتيمه عشان الاهلي يتنقلوا، لان مش عارفين هم محتارين فيك، يلعبوك في افريقيا تكسب، يلعبوك في العرب تكسب، في اسيا تكسب، الحمد لله لان الاهلي بيكسب لانه بيستعد وبياخذ بالاسباب.
النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله الأهلي يكمل مشواره، ولكن كلنا بمسؤولياتنا بالجمهور الأهلي مفيش شتيمة، لأن الشتيمة هتضرنا ومش محتاجين لها، مش هتفيدنا في حاجة. هم الحمد لله قايمين بالدور أحسن مننا قوي، النموذج السلبي هم مقدمينه للمجتمع، خلونا احنا النموذج الإيجابي. استاذ عصام، المهندس عدلي اشار لجزئيه خاصه بالاتحاد الافريقي، لانه ده الحقيقه حتى كانت شاغله الناس كتير من الاعضاء النهارده. الاتحاد الافريقي فجاه تم التسريب على انه اتخذ عقوبات مع ايقاف التنفيذ على النادي الاهلي مع بعض الغرامات الماليه، لمجرد انه في هتافات مسيئه صدرت من الجماهير، وفوجئنا انه حتى المراقبين في الاتحاد الافريقي ومعظمهم قد لا يتحدث الا الانجليزيه او الفرنسيه، فجاه بقت قادرين على ان هم يسمعوا صوت اللغه العربيه ويترجموها كمان حتى بدلالاتها الشعبية. ما علينا، لكن هو نفسه الاتحاد الافريقي اللي غض الطرف في نفس الجولة في مباراة دور الثمانية عن مباريات لعبت في تونس كان فيها شماريخ وصواريخ، الله عليك، ولم تصدر عنها اي عقوبات. لسه اقول لك، العقوبات المغلظة اساسا ضد الخطورة وضد الشمروخ وضد اشعال النار والحرائق. هنتصور ان في تربص بالاهلي، هنتصور هذا، ولكن الشتيمة غلط مؤكد غلط. الحقيقة خلينا اللي نقدر عليه أنفسنا، ده حقيقي يعني، اللي نقدر عليه أنفسنا، مش هنوصل لحاجة من السباب. ما نديش فرصة لعدونا يطعننا بالسلاح بتاعنا، لا احنا هنبقى ملتزمين جدا، ولا احتفل بناديك وافرح بيه وبيفرحك الحقيقة، ما انتش محتاج، لا انت مثلا مكبوت ما بتكسبش، ما لا حد بيضايقك، الحمد لله انت فخور بناديك، ما عندكش سبب انك تتوتر خالص، حتى لو غيرك بيستفزك قبله بابتسامه هتحرجه. هو امبارح في بيروت، انا اسف استاذ ابراهيم، امبارح في بيروت المشهد عمل حاله الحقيقه تليق بالاهلي، قد تزعج الاخرين لكنها تليق بالاهلي، بينما هناك محاولات زي ما حضرتك قلت انه يبقى في عند الاوتيل او حاجه مماحكات، مش هقول عليها غير كده. الملعب في بيروت والنجمه هو من هو في الكره اللبنانيه والشاميه عموما، لكن الهتاف كله احمر يا جماعه، انتوا ازاي مش واخدين بالكم لما المنافس يهتف لك؟ هذا المنافس العابر للقارات، لانه طبعا اشقائنا في اسيا، صحيح، فهو عابر للقارات بطبيعته، وحتى لعيبته الحقيقه لما تكلموا طبعا بالاحتفاظ بالاهلي والنادي الاهلي، الله عليك، ومديره الفني. ومن ثم انا مع المهندس عدلي، وطبعا زي ما ابراهيم بدا انه فكره ان جمهور الاهلي وشعاره ان الاهلي جمهوره هو حماه، وهذه الشراكه بين الجمهور وبين الاعضاء تستمر في نداءاتها التي تهز كل المنافسين، واللي في يوم من الايام كانت كل القاره بتبقى في حاله ذعر عندما تاتي انديتها، ذعر كروي طبعا، لملاقات النادي الاهلي من قوه جماهير. باشمهندس يعني اتفضل. لا انا كنت هسالك في حاجه، ما يمكن هي دي اللي حسالني في اتكلم. لا اتفضل، لما اعرف هقول لك مش هي، ما نسيت خلاص. طيب احنا النهارده واحنا في رحاب بقى كابتن صالح سليم عليه رحمه الله، ماذا لو كان المايسترو بيننا في هذه اللحظه التاريخيه وانت قد عصرته طويلا؟ المايسترو خلفنا بالظبط، لو كان بيننا لا يعني لازم تقول للناس كابتن صالح لو موجود في هذا الحدث رؤيته هتبقى ازاي؟ رؤيته كان هيبقى اسعد واحد. اسعد واحد بالمشهد الجميل اللي بيحصل في النادي الاهلي. كان هيقول لهم اللي انا بقوله ده. يا جماعه مالكوش دعوه بغيركم. ما تشتموش غيركم، خلينا احنا في ظهر النادي الاهلي بس. ويا جماعه ما حدش يستفزكم، لانكم اقوى من اي حد. والقوي اقوى من اي حد. طبعا اقوى من اي حد بادبهم، بالادب والسلوك والتقاليد والاخلاق. انت اقوى من اي حد. صحيح. أنا قلت لك الأهلي وغندي هذا العصر، أيوة، لأنه الذي يحب السلام، الأهلي هو داعي للسلام، الأهلي يدعو إلى الإخاء، الأهلي يدعو إلى التمسك بالروح الرياضية، الأهلي يدعو إلى مقارعة الحجة بالحجة، الأهلي لا يدعو إلى الانفلات ومبادلة التهاتر والسباب، الأهلي كل شيء من خلال السلام والى السلام، هو ده الاهلي. هو بيستفزني بغندي امبارح لما قال لي غندي، قلت له غندي قال هذا الكلام الجميل، وقال كمان لا املك من الوقت ما يكفي كي الاحق كل كلب عضني كاعضه. صحيح. يعني ما عنديش وقت انا هنزل لكل هذه المهاترات، انا في النهايه عندي هدف ابني فيه. لما كان الحروب الطائفيه يجي 30 40 ديانه في الهند، ما اعرفش كام، كان يصوم ويقول لهم مش هقطع صيامي
غير لما تتوقف يجوا يتحايلوا عليه لحد في الاخر ما عملوا المعاهدات ويقولوا احنا صالحنا. تعرف ان في برديه بتقول ان غندي كان اهلاوي يا باشمهندس؟ هو جاي يعني جاب التقاليد دي منين؟ لا انا بجد بقى انت رحت المنظور فكره انه تمثال هذا الراحل العظيم كان صالح سليم في الخلفيه ويبقى طبعا في ذاكره وذهن كل الاهلاويه هو علامه في المكان ده. قبل بعض التجديدات يعني كان صالح واحنا الصحفيين بنيجي نغطي بعض الاعضاء وقتها بيقولوا له الجماعه لم تكتمل اللي هي الجماعه الرقابيه طبعا اللي هي السنويه. انا فاكر كويس قوي يعني وكان يبقى انك تنتزع انك تقرب شويه او لقطه من الكابتن صالح تبقى حاجه جميله يعني. يمكن تقول سمعته بيقول كذا ولا حاجه لبان يجي لك يعني. لقيته بيقول لهم الله هو انتم مبسوطين يا عبطه؟ انتوا ازاي مش جايين عشان تحاسبونا عشان تشوفوا عاوزين ايه من المجلس يعني اللي وكلتوه؟ ليه عايزين تفهموني ان دي ثقه؟ الله ينور عليك. ده قال لهم طب انا انتوا واثقين ومبسوطين من اللي انا عملته تعالوا اشكروني. انا شفته خرج والله قال كده. انا شفته خرج بعدها على فكره يعني بدلاله انه لا زال هناك وقت طبعا وانا شايف الناس بتيجي زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس. وبالتالي المطلوب ان انت توكل وتثق ولكن تعالى لتضع دستور لان المره دي خطوه باذن الله فارقه ما ينفعش فيها حتى اعتقد فارقه. لا ده اكيد فارقه لان الحقيقه ما وضع من دستور يساوي الكثير للحياه الرياضيه في العالم العربي مش بس في مصر. بس باشمهندس بمناسبه الدستور والكابتن صالح النادي الاهلي اذكر في نهايه التسعينات 98 الدوله طلبت من النادي الاهلي ان يبقى قالوا اسهام تشريعي لوضع قانون الرياضه. وانا اذكر ان وقتها بعد بوركينا فاسو بعد فوز مصر بكاس الامم في بوركينا فاسو الكابتن صالح الله يرحمه كان عامل مؤتمر صحفي هنا في مناسبه براده فكان اتكلم وقع للاهلي ايوه فاتكلم قال الدوله طلبت مننا نحط قانون للرياضه. عملنا ورشه وعملنا لجنه وجبنا قانونيين وصغنا قانون جاهز يليق بالرياضه المصريه والنهوض بيها. وقال حتى عليه رحمه الله وفجاه كسبنا كاس الامم في بوركينا فاسو فاكتشفوا ان احنا ماشيين صح ومفيش داعي نغير القانون وتعبنا راح على بلوش. لا انا مش عارفين حاجه. تذكر انت هذه المفضل. لا انا اذكر ان الاهلي كان تقدم بمذكره للدكتور الجنزوري ايوه انا ذاك وقال ان احنا هنقول لك يعني عايزين نساهم بوجهه نظرنا في اصلاح قانون الرياضه لانه اصبح لا يليق بالزمن اللي احنا موجودين فيه. و برضه يعني كل فهم المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه بانه يرأس مجموعه عمل وعمل هذا الـ يعني المشروع. هذا المشروع هذه الدراسه. ولكن الوقت لم يسعف الدكتور الجزوري الذي كان جادا صحيح في توجهه لتعديل القانون صحيح. وبعدين بعد كده الموضوع مات لحد تاني ما الظروف احيته. واعتقد النادي الاهلي اليوم يضع نظام ونبراس ويحط زي ما بيقولوا بايلوت يحط حاجه كده الناس تتفرج عليها وتعمل زيها وما هوش عيب. هو ده قدر النادي الاهلي. انا اتصور انه الدوله المصريه تستفيد كثيرا في لوائحها القادمه يعني. بالتاكيد الباشمهندس عدلي بيشير الى انه لما الاهلي كان في القانون 77 لسنه 75 عايز يعمل استثمارات عايز يعمل انشاءات عايز يعمل طفره عايز يعمل تجارب حديثه كان بيصطدم بالقانون السابق. طيب النهارده القانون اتغير والنهارده اللائحه الجديده للنادي الاهلي اللي اعتقد اوشك النصاب القانوني فيها على الاكتمال في الجمعيه العموميه ان لم يكن قد اكتمل بالفعل. والاهلي يضع هذا الدستور يضع فيه من المواد التي تطلق اليد في الاستثمار وتنميه الموارد واستقرار واستقلال الاهلي اقتصاديا يواجه بكل هذه الحروب. لماذا الرغبه لدى هؤلاء في الا يتمكن الاهلي من ان يستقل ويستقر؟ مش عارف يعمل ازاي. ودي الادوار الوطنيه بقى ده بجد بقى مش كلام انشاء لان الدور الوطني ان تخرج ما لديك منتج ليتداول مش بس الاحتفاظ به يا اساتذه لبطولات وبطولات فهي اصلا مكانها الرئيسي هو النادي الاهلي ولكن استثمار يعني مزيد من الاحتراف يعني خروج امال وطموح في اكثر من مو صلاح ومن ثم ان النادي لا يمكن لاحد أن يغري بالمال وكذا. ستكون الشعارات وسيكون البراند بتاعه أو العلامة بتاعته هي الواعز الحقيقي. ومن الممول؟ جماهيره وشركته وشركاته واستثماراته. مش محبوب لحد خلاص. بالظبط بالظبط. ترجع على ثرواتك الحقيقية من خلال لوائحك
هتبقى انا نادي في العالم باذن الله. ده لا يحتاج ابدا لصاحب فضل ولا اي شيء. النادي الاهلي لما يعمل زي مان يونايتد بيبقى له جوله في اسيا كل سنه، وعندنا القاعده في اليابان جاهزه. صحيح صحيح صحيح. انت متخيل فاكر شفنا التيشيرت بتاع الاهلي في اليابان يسمح لك انك انت تستثمر في هذا، وانك تبتكر زي والت ديزني شخصيات كرتونيه رياضيه تستثمرها وتبيعها. ده باربي يا سيدي عملت مليارات الدولارات لصاحب فكره عروسه طبعا. فتخيل النادي الاهلي بكل رموزه عنده كام عريس بقى؟ عنده كام ست ابوي؟ استاذ عصام، وهذه اللائحه تفتح المسام للمحاولات والجهود الاستثماريه والاقتصاديه الكبيره. انت رايك في هذا العرس الديمقراطي وما يمكن ان ينعكس على بقيه الانديه وبقيه الكيانات الرياضيه ايه؟ انا رايي انه غالبا هيتم تعميم اجزاء كثيره جدا جدا ترقى ل 90% من هذه اللائحه. اولا سيتاخد بيها في بعض التعديلات، الوزير وعد انها تتحط في قانون الرياضه لمزيد من التمكين في الاستثمار، وبالتالي انت ترفع عنكال دوله بتحارب حولها من ارهاب، من محاولات لرفع مستوى المعيشه، انت تدعمها دون ان تتحدث حتى عن هذا الدعم. ومن ثم اعتقد انه اللي جاي سيتم نقله، وده الحقيقة ما يعتبرش شيء يعني يزعل حد، لأنه النقل يعني أن هناك براءة اختراع سيتم تدويلها اسمها دستور الأهلي يا جماعة بوضوح شديد. الحمد لله باشمهندس، الشمس تشرق على الغروب لكن شمس الأهلي أبدا لن تغرب، لن تغرب، وبإذن الله حتى من لم يتمكنوا في النهار وحرارة الجو من الحضور للنادي لازال قدامهم وقت، والمسألة لن تتوقف عند حدود الساعة 7. اللجنة القضائية مؤكد ستتيح الفرصة لكل السادة الأعضاء المتواجدين داخل السرادق اللي دخلوا حتى ما قبل الساعة 7 أنه يستمروا لحين التصويت بإذن الله كقاعدة انتخابية دائما. أستاذ عصام أعتقد الكل سعيد في وانا شايف ان الكثافات بدات تزيد. صحيح، واحنا قاعدين كده في كثافات ابتدت تزيد حوالينا. انت حد سالك من الشباب اللي عاملين مواقع لطيفه من عائله الاهلي وبيقول لك تقول لهم ايه؟ قلت لهم انت الجو بقى حلو اهو، بقى يلا نزيد شويه. فده كلام الحقيقه مهم جدا. والحقيقه يعني انا دايما بشعر انه الاهلاويه بيشعروا بحاله، مش حاله خاصه ولا حاجه، بالعكس الاهلاويه دايما اكثر اتساقا مع مصر ومع شوارعها وشعبويتها، لكن الحقيقه بيشعروا كده ان عندهم يعني علامه خاصه بيهم. يعني كل اهلاوي دلوقتي لما تشوف على الفيسبوك ولا وسائل التواصل بيشكروا الله على نعمه الاهلي. ليه؟ لانه مختلف، لانه بيدي لك اسباب الافتخار، لانه حاجه تشرف. واحنا بتفتح صدرك في اي حته في اوروبا في افريقيا فتا تقول انا اهلاوي، تجد العيون تلمع والاحترام. الحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه لطيفه قوي، اصدقاء ليا يعني بيكلموني ان واحده من كبريات الشركات عاملة ديكومنت عن النادي الاهلي 501 ورقة، ما تقوليش بقى ابراهيم واحد ليه ما اعرفش، بس عاملة 501 ورقة وبتوزعهم. فكرتنا يا باشمهندس بتقول العالمية واليابان المستعدة قياسا على ما قدمه الاهلي في كأس العالم، لكن 501 ورقة وبتوزعهم بتديهم لمين؟ لشركائها اللي هم او منافسنا بقى ان صح التعبير. ليه؟ لأن اكتشفوا هنا منطقة أو مناجم يمكن الاستثمار فيها، والاستثمار يعني خير للاقتصاد بتاع البلد دي. يمكن الكلام ده مالوش دعوه بالكوره، لكن عصبه هو الرياضه وطبعا مصنع كره القدم. اذا يا عايز تضيف حاجه؟ انا عايز اقول حلقه على عبالها كده واحنا في 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 الزي الميداني. ايوه هنسيب الساده المشاهدين عشان نروح نستكمل الاطمئنان داخل القاعه، قاعه الانتخابات، ولكن ايضا مستنين الناس اللي في البيوت اللي كان الحر حاجزها، وبنقول لهم الفرصه الدنيا لسه حلوة قدامكم، الدنيا حلوه قوي، تعالوا عشان هتنبسطوا وهتفتكروا انكم جيتوا، واللي مش هيجي هقول يا ريتني جيت. بنوصل مع حضراتكم للختام، لكن هنتابع طبعا، وكاميرا قناه الاهلي هتظل معكم في بث مباشر مستمر عشان تطمنكم على كل ما يجري في السرادق وعلى كل ما يتم من عمليات التصويت على مشروع الاهلي التاريخي. شكرا جزيلا يا استاذ عصام، شكرا يا باشمهندس، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، ويتواصل البث الاستثنائي معكم
في اليوم التاريخي للنادي الاهلي.